مالهم البنات بقى يا كابتن؟ الحقيقه زعلينك في ايه؟ والله ما مزعليني خالص، ده انا بالعكس انا معاهم جدا جدا جدا. احنا البنات للاسف ما اعرفش عندنا توجه في مصر الاهتمام بالفريق الرجال وفريق وتوجه ده من كل يعني من اللجنه الاولمبيه ومن الوزاره ومن الاتحاد ومن الحكام ومن ليه المدربين ده اخبار حزينه دي ليه كده؟ والحقيقه البنات مش واخدين وضعهم، واخدين سمعه ان هم بعيد، واخدين سمعه ان بنات مصر اضعف من الجزائر ومغرب وتونس، رغم ان فعلا المنافسة أسهل، الإمكانيات اللي متوفرة للرجال بتبقى أكتر بكتير يعني، واضحة وصريحة أكتر، وطبعا برضو لأن نتائج الولاد أعلى فطبعا كل ما بتبقى نتائج أعلى كل ما بياخد إمكانيات أعلى كل ما بيبقى ليه طموحات أعلى كل ما بيبقى مساند أعلى. فلكن أنت برضو لازم تجازف مرة، ولازم على الاقل لو في واحده باينه ان هي ممكن لو اديتها فلوس. ما هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه بقى. في دلوقتي عندنا يعني في لميا، يعني لميا زنان دي لعيبه كانت مبطله ورجعت تاني لعبت تاني، والاتحاد نجح ان هو يساعدها انها ترجع على رجليها بالظبط، واخدت تاني افريقيا، وبعد كده البطوله اللي بعديها اخدت تاني، وفي دوره الالعاب دي جابت برونز. اللي كان عندها اصابه في الكتف لكن ابتدت في شغل، لكن لازال برضو ما بتاخدش الاعداد وما بتاخدش التدريب المظبوط. يعني انت اوكي سندتها واوكي ابتدت تديها امل وهي ابتدت تجيب معاك نتيجه، ابتدي بقى فبيدوا، بس ايه لازم في مجازفه، لازم تخاطر شويه. انا فاهم من جدا وحضرتك واضح ان انت بتدعم الحياة مربوطة بالجول. لا انا بدعم جدا لان الحقيقه احنا كل مره بنخش في بطولات، يعني انا كنت مدير فني 7 سنين تقريبا، احنا بنخش دايما بالقوه الضربه بتاعتنا الرجال بس، رغم ان هي النتيجه العامه رجال على انسات. فانت بتقعد تحارب وبتجيب 4 ذهب وفي الاخر ما بتاخدش اول ترتيب عام، لان السيدات عندك، لان السيدات عندك بيجيبوا 2 برونز. تلاقي الجزائر جايبين 2 ذهب هنا وجايبين 3 في البنات، وبيجمعوا على بعض يبقوا 5. فالموضوع بيبقى بالنسبه لنا بيكمل بعض، يعني تالق الرجال والسيدات هيكمل بعضه في الاخر لتالق منظومه الجودو بشكل عام. خصوصا ان احنا كان زمان بعكس، كان زمان الاعتماد كان عندنا هبه رشيد كانت نجمه النجوم والدبابه البشريه بتاعتنا، اللي كانت كل بطوله بتجيب لنا 2 ذهب.